سيادة الأمم المتحدة، أهلا بك مجددا. احنا دلوقتي في جناح الطيران، وفي خلفيتنا الطرازات المختلفة اللي هي بيتدرب عليها الطالب هنا داخل الكلية الجوية. قولنا أنواع الطرازات والطائرات اللي في الخلفية اللي بيتدرب عليها الطالب هنا خلال سنوات الدراسة. زي ما قلت لحضرتك في حديثنا السابق، احنا كنا بنتكلم على محور اعداد المهاري، تمام، اللي بيخص بيه جناح الطيران. تمام. احنا بنبدا سيادتك بالطياره الجروب، تمام، ودي سيادتك بيبدا عليها الطيران الابتدائي بالنسبه للطلبه، تمام، بينهي البرنامج الطيران الابتدائي بتاعه، ثم بينتقل الطالب تخصص المقاتلات بينتقل للطياره كي 8، تمام، بياخد عليها برنامج الطيران الاساسي. والحمد لله ان اضافه سنه رابعه للكلية الجوية خلتنا نحقق ان اضيف للطالب الطيران المتقدم او الادفانس تريننج، واللي بينتهي بمرحلة ضرب النار بالذاخيرة الحية، ودي ارقى مراحل تدريب الطالب. طيب يعني الطالب كان فندم قبل كده ما بيضربش بالضرب الذاخيرة الحية، ان كان بيبقى نظام الثلاث سنوات، تمام، مع الاربع سنوات الحمد لله بينا اضافة كبيرة جدا حقق. تمام. دي طفرة طبعا. تمام. طالب تخصص الكوبتر بعد الطيران جروب بيقدر ينتقل للهيليكازل الموجوده معانا. احنا النهارده الحمد لله رب العالمين، يعني في وجود حضراتكم لسه حالا دلوقتي مبلغيني ان معانا 2 طلبه جداد لسه طالعين، اول منفرد ليهم على طيار جروب، ادي طياره منهم معديه. طيب تمام. فوقينا ان شاء الله. ودي النهارده حقيقه ده بيبقى عيد لينا، ان بيتولد لنا النهارده 2 مولود جداد. الف مبروك يا فندم. الله يبارك فيك. مبروك يا فندم. مش متخيل مدى فرحتنا قد ايه من اول الطالب حد مدير الكليه الجويه. الف مبروك يا فندم، واسمح لنا ان نلتقي بيهم. طبعا يا فندم، اسمح لنا. شكرا يا فندم. الله يبارك في حضرتك. شكرا جزيلا. مختار، اهلا بيك يا مختار. اهلا بيك سيادتك. بعد ما يعني انجزت الطلعه بخير وسلام، وانت دي اول طلعه ان انت طيار منفرد. قمه سعادتي طبعا ان انا طلعت، في قمه سعادتي ان انا طلعت اول منفرد، وفخور جدا ان انا اصبحت من طيار، يعني من طياري القوات الجويه، وثقه زاد جدا في نفسي. فندم حبيبي ألف مبروك ودايما موفق. قول لي مجهود كبير يا مختار أنت بذلته هنا مع معلمينك ومدربينك، قول لي عملت إيه إن شاء الله. يعني أشوفك أنت يعني دي بكاء الفرح، يعني شد حيلك وألف مبروك. قول لي عملت إيه وبذلت مجهود إزاي؟ أول حاجة بدأنا بجراوند سكول فنيين، بدأنا ندرس الطيارة وهي على الأرض، بدأنا ندرس المحرك بتاعها إن هو بيستون إنجن، وبدأنا ندرس الهيكل بتاعها يعني والأفيونكس وكل حاجة في الطيارة. وبعدين أخذنا جراوند سكول طيارين، إحنا بنتعلم زي معلومات طيارة، إزاي نقدر ندي بلاغ، إيه هو شروط حاجات الأرض. بعدين طلعنا كل جروب بيبقى فيه مدرس معاه مهتم بيه، بيبدا يطلع معاه الطلعات من الاول، وبيبقى فيه تيست 7 بيشوف مدى تقدمك لغايه ما يجي التيست سولو في الطلعه ال 14. كل مختار وانت فوق لوحدك، كل بتفكر فيه واحلى احساس، يعني ممكن تحس وتحس انك انت طاير خلاص، يعني احساس ما يتوصفش الصراحه. دايما موافق حبيبي، وان شاء الله نشوفك في التخرج باذن الله. الف مبروك. العفو يا فندم، ربنا يخلي سيادتك.